السلام عليكم ومرحبا بكم معايا على القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم جيدة بإذن الله. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم وصفة اللي غادي نخرجوا منها جوج ديال الاشكال. هاد الوصفة هادي يعني هكا كتصلح لنا في العرضات بشكل فردي او بشكل يعني جماعي، وكذلك حتى في اعياد الميلاد واعياد يعني هكا الطاولة ديال الاعياد ديالنا، يعني واحد الكيكات اللي هما رائعين بزاف، وكما غادي تلاحظوا معايا ساهلين واقتصاديين، ما فيهمش يعني شي تماره كما غادي تشوفوا معايا، وكيتحضروا بسرعه. وصافي ودابا غادي ان شاء الله نمروا باش نحضروا الوصفه ديالنا. المكونات اللي غادي نحتاجوا لتحضير هذا الكيك هذا جد سهله كما كتشوفوا معايا، يعني مكونات جد بسيط. غادي نحتاجوا 200 غرام ديال السكر سنيده، 200 غرام ديال الفرينه، 3 ديال البيضات، كاس ديال الماء، كاس ديال الزبده، شويه ملح، 10 غرام ديال خميره الحلويات الفاني، وهنايا عندي 4 ديال المعالق ديال الكاكاو المر باش هكا يعني نكملوا 250 غرام. الا ما كنتوش باغيين ديروا الكاكاو او الشوكولا في الكاطو ديالكم ديروها غير فاني، تستغناو على هذيك الكاكاو اللي دايرين حنايا هنا، وغادي تعوضوها بالفرينه باش تكملوا هنايا 250 غرام. كما قلت لكم 200 غرام سكر مع 200 غرام فرينه، 3 بيضات، كاس ماء، كاس زبده، 4 ديال المعالق كاكاو، شويه ملحه، 10 غرام خميره الحلويات والفاني. اول حاجه غادي نقوموا بها هي نوضعوا الزبده ديالنا في الروبو او في الان فاش غادي تخدموا. هنايا غادي نوضعوا الزبده وغادي نضيفوا له سكر سنيده ونخدموه مزيان. خاص هاد يعني تولي لنا هاد الزبده مع السكر تولي لنا بحال الكريمه. هنايا غادي نضيف هاد البيض، نضيف بيضه بيضه حتى تندمج الاولى، عاد نبقى نضيف الزوجه، عاد نزيد الثالثه. هنايا غادي نضيف الفاني وغادي نضيف هاد واحد شويه ديال الملح، يعني هكا بين صبعنا وصافي. هنايا غادي نضيفوا هاد الفرينه اللي عندنا، من الاحسن اننا نغربلوها هي والكاكاو، حيت الكاكاو تيدير واحد الحبيبات ما كيبغيوش يتخلط يعني في الساع ما كنديروه في الكيك. غادي نضيفوا له هاد الخميره اللي عندنا، هنا غادي نبقاو نضيفوه الخليط ديالنا. غادي نضيفوه على زوج ديال المراحل. هنايا اول مرحله غادي نديروه نضيفوا هذاك الكاس ديال الماء، عاد نضيفوا النصف الثاني.
صافي هنايا من خلطنا يعني هذا الكيك ديالنا. هنا كنا سخنا الطاجين ديالنا وجدناه على 180 درجه. اما بالنسبه للمول يعني هكا تكونوا دهنتو درتو له الفرينه. انا فضلت هنايا نزيد له هكا واحد كارت ديال الزبده باش هكا يعني نضمن انه ما غاديش يلصق لي في المول. والخليط ديالنا كيكون بهذا الشكل هذا كيكون كريمي. هذه هي يعني لا ديفيرونس اللي كتكون الاختلاف اللي كيكون ما بين الكيك اللي فيه الزبده وفيه الزيت. صافي هنا غادي ندخلوا الفران ومن بعد غادي نتلاقاو. بالنسبه للكريمه غادي نحتاجوا فيها كاس كور غلاسي، 300 غرام ديال هكا فرماج كريمي، انا هنا استعملت فيلادلفيا، و 400 مليلتر من الكريمه السائله. هنا في الاناء ديالنا غادي نوضع الفرماج ونضيف له السكر غلاسي. هنا بالنسبه للكريمه ديالنا بغيتو تنسموها بشي حاجه غادي نسموها نتوما على حسب الذوق ديالكم. انا هنا غادي ندير غير الفاني حيت من بعد غادي نزينها هكا بالفريز. درت شويه ديال الفاني، غادي نضيف لها سكر كلاصي وغادي نخلط الكل. صافي هنا ملي كنشوفوه مندمجو هنا غادي نضيف الكريمه وغادي نضربهم حتى تطلع لنا هاد الكريمه ديالنا. هنا من شوفوا الكريمه ديالنا طلعت غادي نحبسو باش عاود لا ضربناها بزاف غادي تخسر هاد الكريمه هادي وغادي تبقى تلقنا الحليب. دائما في الكريمه اللي كنخلطوها يعني دائما خاصنا نحضر باش متوليناش زبده، حيت اي فوا تولي زبده هاد الكريمه صافي راها خاسره وما يصلحش اننا نحضروا بها اي كيكه. انا هنا في الجيب الحلواني وجدت هاد درت هاد لادوي هادي وهنا غادي نمر باش نوضع الكريمه في لافوش. هنا غادي نقطع الكيكه ديالنا. غادي نقطعها هنا على ثلاثة. بغيتو تقطعوها غير على زوج قطعوها على زوج. انا هنا بغيت ندير ثلاثه ديال الطبقات. هنا غادي نمر للمونتاج ديال الكيكه ديالنا. غادي نسقيها بالحليب، يمكن لكم تحضروا سيرو، وغادي ندير لها شويه ديال الفريز كونفيتور ديال الفريز. هنا نديرو الطبقه الاولى غادي نسقيوها بشويه ديال الحليب. كنديروا هكا واحد الكميه يعني مهمه ديال الكونفيتور. هاد الكونفيتور انا بصايبته في الدار يعني ماشي حلو بزاف. صافي هنا غادي نمر باش نشكلو هكا وريضات بالكريمه ديالنا.
هنايا غادي ندير طبقه ثانيه ديال البسكوي. انا هنا كنت باغي ندير كيكه فيها ديال ثلاثه ديال الطبقات، ولكن غادي نحضر معكم بها تحليه اخرى. هذيك الطبقه يعني اللي بقات لي غادي نخليها باش نحضر بها يعني هكا شكل ثاني. هنا غادي نوضع هكا الطبقه الثانيه. وغادي نسقيها حتى هي. وهنايا غادي نزينوها. بالنسبة للتزيين يعني كتبقى حاجة بسيطة، يعني هكا غادي نديرو الفريز. قبل بالنسبة لهذاك الطبقة اللي بقات لنا ديال الكيك، هنا غادي نديرها في الفيغين. غادي نبقى ناخد هكا يعني غادي نبقى نديرها هنايا في لو فون ديال كل فيغين. هنا كما لاحظتوا معايا سقيتو بالحليب هذاك الكاطو اللي عندي. ضفت هكا واحد القطع ديال الفخاز، وهنا غادي ندير الكريمه. وهذه هي الكيكه ديالنا من بعد ما كتوجد، كتجي بهذا الشكل هذا. يعني صراحه واحد الكيكه اللي هي رائعه، وكما لاحظتوا معايا سهله بزاف، ما فيهاش حتى المكونات، ماشي شي مكونات اللي هما كثار. وهذو لي فيغين ديالنا كيجيو بهذا الشكل هذا، ولا كانت عندكم شي عراضه يمكن لكم تقدموهم بهذا الشكل هذا يعني بشكل فردي. وصافي هنا يعني وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. نتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون عجبكم، وما تنساوش الى عجبكم انكم تشتركوا في القناه ودعموني بلي لايك وتركوا لي تعاليق، وان شاء الله هكا باش نعطيكم اكثر واكثر. والان غادي نخليكم في امان الله وحفظه، ونضرب لكم موعد في وصفات وفيديوهات وحدين اخرين باذن الله. الى اللقاء.